عملية دقيقة. حياة الياس مرهونة بنجاحها في قسم نوعي في مستشفى المقاصد. جراحو قسم قلب الأطفال يجرون عملية لقلب الطفل الياس، لم يكمل من عمره عاما واحدا، ويعاني من تبديل في الشرايين الرئيسية الخارجة من القلب. وبفعل الأزمة المالية في مستشفى المقاصد بات هذا القسم غير قادر على توفير جميع مستلزمات العمليات. عانينا كثير من أزمات مادية في الفترة السابقة، مما أدى إلى مراحل معينة نقدر نضطر نلغي عمليات لعدم توفر المواد. من هنا أدخلت إيمان ابنها الياس إلى قسم العمليات، تخاف من هذا الباب الذي دخل منه طفلها عدة مرات. لا بديل أمامها لهذا النوع من العمليات المعقدة والمختصة بقلب الأطفال سوى مستشفى المقاصد أو المستشفيات الإسرائيلية التي قطعت الحكومة الفلسطينية تحويلات المرضى إليها. وإيمان لا تخفي قلقها على مستقبل هذا المستشفى. كان عندي خوف إنه لا سمح الله يمر بأزمة أصعب من هيك وكل أطفالنا ما يتعالجوا، خاصة ابني يعني. وضع المقاصد لا يحتمل، صرخة أطلقها الموظفون على أبوابه. فالأزمة المالية تضاعفت منذ انتشار فيروس كورونا، لا سيما مع تقليص الحكومة الفلسطينية للدفعات الشهرية لقاء تحويل المرضى للعلاج في مستشفى المقاصد. الأزمة المالية اللي تعاني منها السلطة الفلسطينية انعكست كمان علينا بطريقة أو بأخرى، لأنه إذا السلطة معها بطلت توفي بالتزاماتها. إغلاق المستشفى يعني تدمير مؤسسة صحية لا غنى عنها بالنسبة للفلسطينيين. ولكي تقدم خدماتها يجب أن تستمر وزارة الصحة في إرسال تحويلات المرضى الطبية عليها ودفع مستحقاتها، حيث تعتمد المقاصد في 75% من تشغيلها على تلك التحويلات، وتدفع رواتب نحو 1000 موظف جميعهم لم يتقاضوا رواتبهم كاملة منذ قرابة 3 أشهر. على حافة الانهيار باتت مستشفى المقاصد، هذه المنشأة التي تغطي خدماتها غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بات الآن مصيرها مجهولا، والخاسر الأكبر بالنتيجة هو المواطن الفلسطيني وصحته. أحمد جرات، العربي،